سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رجدي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في العدل، حيث أقام شرع الله تعالى على القريب والبعيد، وعندما سرقت المرأة المخزومية وحاول أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وغيرها الكثير من المواقف التي تدل على أن العدل من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصيلة، بالإضافة إلى عدله عليه الصلاة والسلام بين زوجاته وتحمل لما قد يقع من بعضهن من الغير. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني، كل اشتياق وروحي فيك ضامية، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. ذكرتك فأخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شراييني. كل المعاني وإن حبرتها عجزت، وفي القوامس شيء ليس يكفيني، أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني، وفي جوارك في الجنات يدنيني. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت